تواصل وزارة الداخلية تنفيذ خططها الأمنية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، وتقوم كافة قطاعات الوزارة على مستوى الجمهورية بتحقيق الانضباط لتأمين احتفالات المواطنين بالعيد، إضافة إلى الحفاظ على الأمن ومكافحة الجريمة. أولاد بلدنا دول رجال ومخلصين، أمجاد بلدنا ليها قوة أساس متين. ليستمتع المصريون بأجواء احتفالية تحت مظلة من الأمن، تواصل وزارة الداخلية تنفيذ خططها الأمنية لتأمين تلك الاحتفالات. تحيا بلدنا عظيمة حرة وقوية، للمجد راية وأمنها ليه التحية. أبطال تضحي بدمها علشان بلادي. فقد انتشرت الخدمات الأمنية في الشوارع والميادين وبمحيط المنشآت الهامة والحيوية وأمام المتنزهات والحدائق العامة وبالمناطق التي تشهد زحاما في الأعياد. الأمن قوة بالرسالة الإنسانية، خدمات مواطن ليها طفرة مش عادية. أمن وأمن وكله قد المسؤولية. ومع زيادة الكثافات المرورية على المحاور والطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظات، كثفت وزارة الداخلية من الخدمات المرورية عليها لضبط الحركة على تلك الطرق والحفاظ على أمن مرتديها. مصر الأمل لكل واحد ظهره فاضي. الخطة الأمنية شملت تأمين محطات مترو الأنفاق والسكة الحديد والقطار الكهربائي الجديد، حيث تنتشر الخدمات الأمنية على مداخل ومخارج المحطات وعلى الأرصفة وداخل القطارات. أولاد بلدنا دول رجال ومخلصين، أمجاد بلدنا ليها قوة أساس متين. وعلى صفحة نهر النيل يستمتع المصريون برحلات نيلية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، فهو مقصد رئيسي للمحتفلين. لذا كثفت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات من إجراءاتها الأمنية لتحقيق الانضباط وضمان التزام أصحاب المراكب والعائمات النيلية بالإجراءات المحددة لها. كل تلك الإجراءات يطبقها رجال الشرطة باحترافية شديدة ويقظة تامة لضمان أمن وسلامة المصريين واستمتاعهم بأجواء احتفالية في جو من الأمن والأمان.